بحبش اتكلم والله في مشاكل، لكن خليني اقول لك ان ما يعني ما تردد في الفتره اللي فاتت ان حتى الان في بعض الامور الخاصه بالجوانب الماديه، لدرجه ان يعني كابتن معين يعني فكره الراتب بتاعه صعب على نادي المصري في الوقت ده، وان مش عايز اقول ان في بعض الجهات الخارجيه ممكن بتساعد الاداره في الجانب المادي للراتب الخاص بكابتن معين. لا بص هقول لك على حاجه، المشاكل الماليه موجوده في كل الانديه يا كابتن محمد، موجوده في كل الانديه، واحنا عارفين كده. الازمه الماليه موجوده في كل الانديه، لكن تحديدا تتكلم على راتب كابتن معين وكابتن مجدي الطوي، لا الرواتب في مواعيدها، ما فيش اي حاجه متاخره، تمام. عندنا ناس، لو انت بتتكلم على الجهات اللي بتدعم النادي المصري بتقف جنب النادي المصري، فما فيش الا السيد محافظ بورسعيد اللي وعد الغضبان الدعم الاكبر والاقوى لينا وللنادي المصري، لكيان النادي المصري مش لينا احنا كاشخاص، اكيد لكيان النادي المصري على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، هو الداعم الاوحد والاقوى والاكبر للنادي المصري. خلينا اشكر باشمهندس سماح حلبيه رئيس مجلس الاداره اللي تكفل بحاجات كتير جدا جدا الفتره اللي فاتت من جيبه الخاص عشان نبقى موجودين النهارده في دوري المجموعات. وانا بشكره وببارك له على المستوى الشخصي الباشمهندس سماح حلبيه طبعا، وببارك لزمايلي اعضاء مجلس الاداره، لكن الظروف صعبه جدا. اكيد طموحكم واصل لفين يا استاذ محمد؟ خلي بالك انا مش عاوز اعدي النقطه دي، وانت حطيت ايدك على الجرح فعلا، في ازمات ماليه في كل الانديه، نتمنى الدوله تقف جنب الانديه ديت وتحافظ على تاريخ الانديه ديت يا كابتن محمد. صحيح. وانا بدعوك وانت صاحب منبر محترم، اللي انت تتمنى القضيه ديت وتتمنى قضيه الانديه الشعبيه والازمات الماليه داخل الانديه الشعبيه. طموحك واصل لغايه فين في هذه البطوله؟ لا بمنتهى الامانه وانا بقولها على الملأ، احنا طموحنا البطوله نفسها صدقني والله جميل. يمكن ويمكن اللي ياكد لك كلامي اللائحه الماليه اللي عاملها الكابتن معين الشعباني اللي خاصه بالبطوله الافريقيه او البطوله الفضائيه، فلائحه كبيره جدا ولائحه يعني حوافز كبيره جدا للعيبه، وعامل لائحه خاصه بالفوز ان شاء الله بالبطوله الفضائيه. ليه لا، الهدف موجود ان شاء الله، عندنا الهدف وعندنا عندنا الحافز وعندنا قبل كل دوت عندنا جماهير بتعشقنا وبتعشق كيان اسمه النادي المصري. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق يا استاذ محمد، وبندعو ربنا سبحانه وتعالى ان السنه دي ان شاء الله نحصل على هذه البطوله ويبقى فرحك ان شاء الله كل التوفيق لحضرتك وللنادي المصري وجماهير النادي المصري انها تفرح يعني. لكن